ممكن نبذة مختصرة عن الخدمة تم تسجيل الإلكتروني اللي تم افتتاحها النهارده؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، خدمة التسجيل الإلكتروني لفئة عمال هي الهدف من الخدمة، هي خدمة إلكترونية جديدة بأفكارها راقية من نوعها في القطاع الصحي، حيث تسهل هذه الخدمة لفئة مندوبين عمال قطاع الشركات على توفير الوقت والجهد، وتساهم أيضا على رفع مستوى استيعاب الفحص الطبي للكوميسيون. كان استيعاب الفحص الطبي كان من 2000 إلى 2500، ممكن السيرفس هذه إن شاء الله راح نشيل الأكثر، يعني راح تشيل الأكثر من 3500 حالة يوميا بعد تطبيق النظام بشكل 100% صحيح. المخول باستخدام الخدمة هو مندوب الشركة، طبعا المسجل في موقع حكومي باستخدام السمارت كارت والأنظمة الجديدة. هل متاح للشركات لأي نوع من الشركات أم عدد معين من الشركات؟ إن شاء الله في الكوارتر 1 من 2010 راح نفعل الخدمة للشركات ما دون حتى ال 15 عامل ولفئة الخدم وحتى الفي آي بي. كيف يتم إجراء خطوات الخدمة نفسها بيتم إجراءها؟ خطوات الخدمة خطوات جدا سهلة. احنا حاولنا بكثر الامكان ان احنا ننزل على مستوى المندوب نفسه او مستوى الاشخاص اللي كانوا، يعني ننزل على ليفل المناديب ان نسهل عليهم الخطوات. فالخطوات هي جدا سهلة. الجدير بالذكر ان هناك دمج وربط غير مباشر بين متابعة التأشيرة الى الفحص الطبي الى الاقامه، فهاي كل الامور هذه مرتبطه ببعضها. فنفس المندوب اللي راح يتعامل مثلا مع وزاره الداخليه في قسم التاشيرات راح يتعامل مع الفحص الطبي بنفس اللوجن ونفس الطريقه، والطريقه هي كالاتي: مثلا راح يدخل رقم التاشيره، دخل رقم التاشيره، بعدها راح ياخذ بعض الامور، بعض النقاط لازم احنا مثلا كقمسيون طبي لازم نراعيها، كدكاتره يرعونها. ليش؟ ان فرضا كانت خادمه او كانت عامله لشركه معينه، في بعض الاسئله عن العامله، هل هي حامل، هل ممكن تطلع الاشعه، ممكن يجوز لها سحب دم، من هن الانواع هذه. فهو سؤال واحد عن الحمل بس. وفي ادخال بعد ما يعمل كليك للسؤال نفسه، في ادخال رقم الموبايل او الايميل ادرس. طبعا رقم الموبايل احنا رابطين الفيت ونتفيت برقم الموبايل، فممكن على طول توصل لك النتيجه بعد الفحص الطبي. بعدها الدفع عن طريق البيمنت جيت واي، طبعا هاي صار بالتعاون مع الاخوه عندكم في موقع حكومي. بعدها طباعه الوصل. مين الجهات المساهمه في المشروع؟ الجهات المساهمه في المشروع طبعا اود اشكر انا الاخوه وزاره الداخليه وبالاخص الاخ ابراهيم الحرمي، متابعه الموضوع مع الجماعه اللي في مجلس اعلى الاتصالات، من ضمنهم على راسهم الاستاذ احمد الكواري الأستاذ مهند وكثير والله من الشباب اللي ساهم في المشروع. جدير بالذكر أن هاي كان يعني ممكن أسرع مشروع بين المجلس الأعلى للصحة والمجلس الأعلى للاتصالات، يعني بدأنا فيه تقريبا من شهرين والمشروع قاموا فيه يعني الاي تي تيم من عندنا احنا، يعني ما طلع لشركات من برا أو ساهموا فيه ناس من برا. سيتم تفعيل البرنامج مباشرة الآن مع العمل مع البرنامج القديم أو سيتم إلغاء البرنامج القديم؟ البرنامج القديم ما راح نلغيه، لأن احنا نظام صعب ان انا ألغي نظام قديم واطبق نظام جديد على فئة مندوبين او مثلا عمال. فراح يتم النظام القديم، احنا راح نخلي بعد ما احنا دربنا بعض المناديب لاستخدام الخدمة، يعني أبدوا بفرحهم إن صار كل شيء عنده في المكتب، ما صار يوقف على كيو معين في الطابور ويقعد ينظف العمال، لا راح يدخل الكيو هاي عنده في السايت عنده ويختار المواعيد ويعمل البيمنت ويجيب العمال. وطبعا احنا عندنا
24 كونتر في الكمسيون الطبي يقومون بعملية التسجيل، صار الكونتر 1 و2 هما للإي جيتوي. وإن شاء الله نتأمل أن كل الشركات تتفاعل مع الخدمة هذه الجديدة على أساس نفتح الكونترات. هل في مراحل تطبيق الخدمة ولا هل تم تفعيلها فعلا بالفعل ولا في مراحل قادمة؟ طبعا احنا مراحل تفعيل الخدمة في على أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى هي مرحلة دراسة الخدمة، طبعا انتهينا منها. المرحلة الثانية راح تبين مع تفاعل الشركات معنا، يعني راح يبين عندي أنا كريبورت كإحصائية شهرية كم عدد الأشخاص اللي سجلوا عن طريق موقع حكومي. فهاي اللي راح يخليني أنا أفتح كونترات أكثر، مثلاً أفتح 2 و 3 وممكن في المستقبل أفتح 5 و 6. من وجهة نظرك قد إيه من الوقت هتوفر يعني مع الاستخدام الخدمة القديمة واستعمال الخدمة الجديدة؟ كم من الوقت يتم توفيره؟ حسب الدراسة اللي إحنا حاطينها. الدراسة اللي احنا حاطينها ان ان شاء الله نهاية راح نخلي النظام يشتغل لمدة سنة، القديم طبعا لمدة سنة كنظام تسجيل، مش كنظام للميديكال كوميشن، نظام تسجيل في الغمسيون الطبيعي. طبعا النظام هاي راح يكون على مراحل، حسب مثل ما ذكرت في المرحلة السابقة، حسب التقارير راح تتبين عندنا واداء مندوبي الشركات معنا. ممكن شرح بقى تفصيل إجراء الخطوات يعني عمليا على الجهاز؟ إيه ممكن الإشراف. طبعا أي شركة من الشركات ممكن تعمل، ممكن تشوف قائمة الإي سيرفز اللي احنا وفرناها للجمهور، فممكن يعمل بحث عن الحالة أو ممكن يعمل أونلاين ريجستريشن. فبعد ما يدخل على الأونلاين ريجستريشن راح طبعاً على طول يتحول على موقع حكومي. بعد ما يتحول على موقع حكومي طبعاً في لوجن معين بالسمارت كارد. طبعاً الشركات لازم تكون مسجلة على حكومي لكن تستخدم. أوكي. والباسورد. طبعاً بعدها يعمل لوجن على بعد ما يستخدم السمارت كارد يعمل لوجن. بعد اللوجن طبعاً تفتح له صفحة. يعني it's very simple، جدا بسيطة، فيها باللغتين العربي الإنجليزي. الخطوة الأولى من 4 خطوات. طبعا الخطوة الأولى هي رام التأشيرة، ممكن يعمل يضيف رام التأشيرة من التأشيرات اللي كانت موجودة معاه من وزارة الداخلية، سواء كانت 10 20 100 تأشيرة. يبتدي بالخطوات، طبعا يعمل متابعة. بعد ما يعمل متابعة راح الربط اللي صار بيننا وبين وزارة الداخلية أدى أن مثلا الاستعلام عن البيانات، فالبيانات كلها بتكون مثلا صحيحة، مثلا الاسم يحيى، الجنسية كذا، المهنة مهندس، رام الجواز. فبعدها أنا في شغلة واحدة أنا ممكن أضيفها، لأن إيش هو يحلى، لأن ذكر ما انضافت السيرفس الثاني للفحص للأشعة، سواء كان حامل أو مثلا كانت حامل المرأة، أو مثلا إذا كانت مثلا سحرة وتذر راح يطلع خانة ثانية تحت إن مثلا هل هي حامل أو لا للفحص. طبعا ممكن أحط رام الموبايل، بعد ما أحط رام الموبايل أعمل متابعة. بعد ما اعمل متابعه طبعا في براوز لتحميل الصوره. احنا عانينا كثير في القمسيون الطبي ان التسجيل جزء من اللي لغى في القمسيون الطبي هو التصوير اللايف. طبعا انت جاي على القمسيون الطبي فراح تتصور، فاوريدي تلاقي مثلا المندوب الشركه عنده صوره مثلا احسن من الصوره اللي راح تتصور. لاحظ الصوره طبعا جات ابلود، وعلى طول اروح على دفع الرسوم. ممكن قبل دفع الرسوم اذا كان عندي اكثر من حاله اروح مثلا على المعاملات المكتمله او المعاملات الغير مكتمله. الشيء هذا اللي شرحته مساعد في المؤتمر، على اساس ان المعاملات المكتمله راح تشوف تطلع لي كل المعاملات المكتمله. عندي انا المعاملات بس انا لحد الان محتاج مثلا لهم دفع، وعندي اقدر اخذ المواعيد. لاحظ المواعيد، ممكن اي مندوب يدخل
عنده مثلا 10 اشخاص يلاحظ ان مثلا في تاريخ 10/2009 عنده ممكن يدخل عدد 9 حالات. هل مسبوق بعدد معين ام العمليه مفتوحه يعني؟ العمليه لا العمليه مش مفتوحه، العمليه على رنج معين، لان احنا عدد الشركات في 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 دوله قطر طبعا ما شاء الله يعني، يعني انا يوميا الاف من الشركات تدخل علي، فكل شركه لها رنج معين في استخدام الاي جيتوي مثل ما تفضلت انا مساع، على اساس ان مع التقارير راح توصلنا ان شاء الله راح نفتح المجال للرنج هاي. الرنج هاي ممكن احنا في قابليه للزياده يعني. المواعيد مسائيه وصباحيه، مسائيه وصباحيه على على مثلا راحتك انت، مثلا انت ممكن تختار مثلا من 4 الى 7، ممكن تختار من 7:30 الى مثلا، في رنج معين، لان انا ما راح احكم الموظف في او المندوب، قصدي ما راح احكم المندوب في وقت انا احكمه فيه، لا هو ممكن الوقت اللي يشوفه مناسب له وفاضي في استيعاب ممكن يختار. بعد ما يختاره طبعا تحديد الموعد راح ينزل العدد الى اقل من العدد اللي اختاره، ممكن يرجع للقائمة نفسها ويعمل طباعة للإيصال. الشيء اللي ساعد تفعيل الخدمة وتسريع الخدمة ان تعاون المجلس الاعلى للاتصالات، وبالذات في في على ليفل على مستوى البيمنت جيت واي والدفع الالكتروني. طبعا الدفع الالكتروني لكل الجهات، اذا كانت مثلا وزاره او كانت شغله او اذا كانت مثلا هيئات ثانيه، صعب ان مثلا انا في اجراءات هي مش طويله، طبعا في اجراءات راح يتخذونها على اساس البيمنت جيت واي وال وإجراءات يعني ممكن مبلغ الجزء في المية على أساس البنك وجزء في المية على أساس، فهاي الموضوع إحنا وفر علينا، إن أنا أوريدي قاعد أتعامل مع مثلاً حكومة بنفس الوقت صارت حكومي متعارف عليه، إن مثلاً في جزء من المبلغ فكل الأمور المالية متعارف عليها، مثلاً أنا اليوم عندي مبلغ 100 ريال انقطع منه مثلاً مبلغ معين، فهي ما عندي مشكلة إن أصلاً راحت للحكومي، والحكومي أصلاً ترجع للحكومة، الموارد كلها ترجع للحكومة. بالنسبة للتكلفة هي نفس سعر التكلفة. نفس سعر التكلفة ما راح نزيد عليه. تقريباً كام؟ 100 ريال. طبعاً 100 ريال هذه، 100 ريال الكوميسيون الطبي، لاحظ 100 ريال لو أنت راح تروح أي مكان خارجي صعب أن تلاقي مثلاً فحص دم وأشعة وفحص سريري وممكن إبرة لوقايتك او مثلا لوقايه اي العامل نفسه من مرض كبد وبائي لا سمح الله ولا اي شيء ب 100 ريال. اصلا خدمه القمصيون الطبي لخدمه البلد، لان القمصيون الطبي مثل هي خط الدفاع الاول لدوله قطر. الخدمه مفعله بدول الخليج ام هي الاولى من نوعها بالضبط؟ هي بعد دراسه وبحث المواقع الخليجيه اتضح ان في تسجيل وفي اخذ مواعيد للقمصيون لكن من دون دفع، ومش بنفس البروسيس اللي احنا عملناه. متشكرين جدا، سبحان الله.